إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أكد موقع 360 سبور أنه من المقرر أن يجتمع سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي في الساعات القليلة المقبلة مع سيف الدين بوهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى فريق الوداد الرياضي. وأوضحت المصادر نفسها أن فريق الوداد الرياضي توصل لاتفاق مع إدارة شباب المحمدية من أجل شراء عقد اللاعب بشكل رسمي في انتظار التوصل لاتفاق مع اللاعب لإتمام الصفقة. وكانت إدارة فريق الوداد الرياضي قد أقدمت في وقت سابق على فتح قنوات التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين بفريق الوداد الرياضي بهدف تجديد عقودهم التي ستنتهي بنهاية هذا الموسم. ونجح رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري مبدئيا في إقناع مجموعة من العناصر الأساسية بفريق الوداد الرياضي من أجل تجديد عقودهم في النادي في انتظار التوقيعات الرسمية. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.